نعملوها في الفيلم وربنا يعوض عليه. كان يطلع لابوه سند لابوه قال له يابا هيبقى سندك يابا وحبيبي يابا. خمستاشر نفر في عزبة الشام المنصورة هنا، خمستاشر نفر ليه؟ ده احنا نكتب على عين، بدل ما كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا حزنانين. ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش يا ريس، ما ينفعش يا ريس يا اللي على دماغنا على راسنا من فوق. انت ما تدعوعتناش بكده. القصاص اللي موت يموت في ساعتها. قالوا لنا اهل الجنة يا رب، وقالوا لهم شهداء هو وزمايله توفوا كلهم يا رب، قالوا لهم شهداء عندك يا رب، وقال لهم مش معنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يرحمه برحمتك يا رب العالمين.